jungle. رمضان كريم، كيف نتجنب التهابات البول في رمضان؟ شرب الماء بكمية وفيرة، 3 إلى 4 لتر ابتداء من الإفطار حتى السحور، الابتعاد عن تناول الأملاح والتراشي، الابتعاد عن تناول الأملاح تحديدا في السحور، الإقلال من تناول القهوة تحديدا في السحور، الإقلال من تناول المشروبات الغازية، وتناول المشروبات الطبيعية مثل الكركديه وعرق السوس وتمر هندي وغيرها من النباتات الطبيعية، ولا ننسى شرب الماء بكمية كافية.